سؤال واتمنى الكل يجاوبنا عليه. سمعتم عن مجال التحليل السلوكيات الاجراميه؟ اللي سمع يرفع يده. واو. طيب اللي ما سمع وكمان اللي سمع، في مثال دائما احب اقوله. تخيل معي فريق كرة قدم وما حطينا صورة على اساس كل واحد يحط فريقه. في كل فريق في 11 لاعب، كل لاعب عنده مركز محدد، مهارة مختلفة، معدل خبرة مختلف، حتى أوامر تكتيكية مختلفة، حتى نقاط ضعف ونقاط قوة مختلفة. نفس الشيء بالنسبة لي عند العقول الإجرامية. لما نجي نشوف جاري رجوي، ديفيد بيركويتز، ألبرت فيش، ميخائيل كوبكوف، جيفري دامر، وبرضه إد كيمبر، إيلين وورنس، كل اللي شفتوهم هذولي فريق قتلة متسلسلين. ولكن كل مجرم عنده شيء يميزه، عنده شيء خاص فيه، خيال أو ربما دافع. خلوا في بالكم كل مجرم في العالم يبحث عن 4 تفاصيل أو عن 4 دوافع، إما قوة أو سيطرة أو انتقام أو حتى تعويض، ولكن يغلفه بشيء من الخيال ويبدأ بفعل بسيط وينتهي أو ينفجر بمحفز. قصتي مع العقول الإجرامية ما بدأت من سنوات بسيطة، قصتي بدأت من عام 2006 لما كنت ألعب في الحارة زي أي مراهق كان معجب بجو الأسرة اللي كان في هذا الملعب. حرفيا يا جماعة كنت تواقا أصبح واحد من أفراد هذه العائلة، لأني كنت في بيتي أب صغير، كنت محمل معنويا وماديا بمشكلة الأب الصغير. لكن هناك لا، هناك أنا شيء مختلف، أنا المراهق المدلل، لدرجة أنه حتى حساب الكافيتيريا ما أدفعه. وبعد 3 شهور من هذا الدلال قرروا يجتمعون، قالوا لي محمد لا تروح نبغاك. واو، أنا فرحت، أخيرا الحلم بدأ يتحقق، راح أسير معهم. اجتمعنا وبدأوا يتكلمون، والتفت علي أكبر واحد فيهم وقال لي إيش رأيك تسير معنا؟ مباشرة قلت له أوكي أنا معك، إيش تبغى؟ ابتسم ابتسامة فيها من البرود والخبث الكثير، قال لي محمد ترى احنا نسرق. مباشرة أنا وافقت إني أسرق معهم، خططنا، نسقنا، كل حاجة كانت على النحو المطلوب. رجعت بيتي مستعد إني أسرق مع أسرتي الجديدة. ولكن في اليوم التالي في الصباح كنا نستعد إن نروح للمدرسة، فجأة دخلت علينا الوالدة قالت لنا لا أحد يخرج ترى قلبي مقبوض. حرفيا وقتها كنت في شتات، ما أعرف أختار مين، أسرتي اللي أنا أبغى أكون من ضمنها ولا والدتي اللي ضحت بحياتها أو بصحتها علشاننا. حرفيا كان الفارق جدا بسيط، لوالدتي وسمعت كلامها وجلست. عدى موعد السرقة وانتهى موعد حظر التجول، خرجت رحت للمدرسة. بعد كذا رجعت للملعب، تعرضت للضرب المبرح، تم تهديدي إن قلت للناس اللي سويناه واتفقنا عليه أول ما بيتضرر أهلك، أنت ما راح للمسك، أهلك اللي تضررون. من هنا بدأت قصتي مع العقول الإجرامية. 12 أو 112 قضية درستها، أكثر من 70 ملف تحليلي تم بناؤه على عقول إجرامية، منها 31 عقل إجرامي عربي حي. من هنا بديت أعرف إجابة للسؤال اللي يؤرق الكثير، متى أو كيف يتكون المجرم؟ أبى أجاوب لكم هذا السؤال بنقطتين. أول نقطة هي الصور، ركزوا معايا أرجوكم في الصور التالية. كان وده يصير شاعر وكان مولع بالأدب، لكن تحول إلى تشارلز مانسون صاحب مجزرة مانسون الشهيرة، كان يتمنى أن يصبح عالم أحياء، ولكن تحول إلى جيفري دامر، واحد من أسوأ 20 قاتل متسلسل عرفوا التاريخ البشري، واحد من أصغر طلاب جامعة هارفارد، دخلوا عمره 15 سنة. تحول إلى تيد كازنسكي، مفجر سياتل المجنون. ليش؟ سؤال مهم جدا، إجابته المجتمع. نعم، المجتمع. المجتمع دائما بشكل مباشر أو غير مباشر هو مساهم في تكون المجرم. حطوا في بالكم شيء مهم جدا، كل مجرم في تاريخ البشرية كان ضحية لحدث، ربما كانت كلمة أو فعل أو ردة فعل أو حتى ألفاظ مجتمعية، مثل ما يعيب الولد اللي جيبه، خذ حقك بيدك، أنت أو أنت ولد فلان، أنت مواطن وهو مقيم. نعم، هذه الكلمات بشكل أو بآخر تكون مجرم. لازم نفهم هذه النقطة، إحنا بشكل أو بآخر راح نكون مجرم إذ لم ننتبه إلى التفاصيل الدقيقة والصغيرة في عين المجتمع. في فكرة مهمة جدا وقدامنا مثال لها، تيد باندي هو ابن لعلاقة غير شرعية، واللي كانت في ذاك الزمن شيء منبوذ في أمريكا. قررت جدته أنها تكذب كذبة في نظرها بسيطة، قالت لأمه خلينا نقول أنه طفل بالتبني ويعيش معنا عشان نحميه. بعد مدة تيد اكتشف أن والدته كانت معاه في نفس البيت، هو كان يسأل أمي وين؟ ثار، انفجر، غضب. في الأخير اقتنع تيد أنه اللي حصل هذا كله كان فقط لحمايته. عاش تيد حياته، دخل في علاقة عاطفية مع فتاة تشبه والدته شكليا أو حتى في العاطفة اللي كانت ما بينهم، وبعد مدة من هذا الحب وهذه العاطفة جاءت وقالت له تيد معليش احنا ما نقدر نكمل، لا في مستوانا الثقافي ولا الاجتماعي متشابهين. هذا هو الموتيفيشن، هذا هو الدافع والمحفز. انفجر تيد باندي مخلفا أكثر من 30 ضحية يشبهون أمه وصاحبته أو صديقته، وكان معدل الضحايا ما بين 20 إلى 35 سنة، سمراوات. كان يبحث عن أمه حبيبته كل مرة ويعاقبهم وينتقم منهم. مثال آخر، إد جين، طفل كان لأب عن معنف سكير. هذا الأب ما كان يرحمه، لكن أمه كانت هي اللي تحافظ عليه وتدافع عنه. فجأة وكدورة الحياة ماتت الأم، دخل إد في حالة اكتئاب شديد لمدة شهر. بعد كذا خرج للمقبرة التي دفنت فيها والدته واستعاد الجثة وخلاها عنده في البيت، لكن دورة الحياة قالت كلمتها وبدأت الجثة تتحلل. فكر إد جين أنا كيف أخلي أمي أكثر خلود، فبدأ يستهدف النساء ما بين 30 إلى 50 سنة، شقراوات، على أساس يعيد جثة والدته إلى الخلود من جديد. ولكن نفس المشكلة، كانت الجثة تتحلل. فكر أكثر وبدأ أو وصل لفكرة أنه يسلخ جلود ضحاياه ويدهنها بالشمع ويرتديها. لما تم إلقاء القبض على إد جين، وجدت الشرطة المحلية أكثر من 12 بدلة من الجلد البشري موجودة في بيته. دافعه أو محفزه كان يبغى يعوض الفقدان اللي حصل للأمان اللي فقده، وفاة والدته كانت هي المحفز. هنا السؤال المهم جدا، احنا ليش ندرس العقل الإجرامي؟ سؤال أنا دائما أنسأل فيه في كل مكان، ليش يا محمد تدرس العقل الإجرامي؟ بعطيكم مثال بسيط، ركزوا معي في الصور هذه. دينيس ريدر، هذا أب حنون ما كان يترك أي مناسبة عائلية مهما كانت بسيطة وغبية في نظر المجتمع، حتى المناسبات الاجتماعية ما كان يتركها، كان يدق الباب على جيرانه ويقول لهم عندكم زبالة أشيلها؟ عندكم كلاب أمشيها؟ إلين فبراير 2005 تم إلقاء القبض عليه بتهمة BTK، أحد أسوأ 3 مجرمين بشعين في تاريخ البشرية كافة. اختفى لمدة 30 سنة عن أنظار المجتمع. مهمتي كمحلل إجرامي أدرس هذا النوع من العقول، أعرف كيف يفكر، كيف يتصرف، كيف يقدر يستغل النقاط العمياء في المجتمع، برضه كيف أنا أستغل نقاط ضعفه. من مدة طويلة توقفت أن أتعامل مع هذه العقول على أساس إنها وحوش. يا جماعة، هذول ما هم وحوش ولا هم كائنات فضائية، هذول بشر مثلنا، عندهم نقاط قوة وعندهم نقاط ضعف، لذلك إحنا ندرسها، نضعها في ملفات، نحاول نوعي المجتمع ونوعي الجهات المختصة لمكافحتهم والحد من ظهورهم ومطاردة كل مجرم مجهول يرتكب مثل هذه الجرائم. هي لعبة ما راح تنتهي، بدأت من هابيل وقابيل، ما راح تنتهي إلى نهاية العالم، لذلك لابد في كل مرة تطور نفسك، وعلى أساس أنك تطور نفسك لابد تفهم هذا العقل الإجرامي إلى أي حد وصل، تدرس عاداته، تدرس صفاته السلوكية، تدرس ماضيه، تدرس النقاط اللي تأثر فيها على أساس تعرف تستغلها عليه. خليني أرجعكم للقصة القديمة. قبل 4 سنوات بالتحديد، وهذا الأمر اللي خلاني أقف وأتكلم عن تجربتي. قبل 4 سنوات كنت في بحث عن السارقين المتسلسلين في أحد الأماكن، ومن أحد العينة أو أحد أفراد العينة كان واحد من ال7 اللي كنت راح أسرق معهم في 2006. تخيل أجلس في طاولة معاكس لشخص كنت راح أسرق معاه قبل سنوات. إيش اللي خلاني أنا محلل إجرامي وهو مجرم؟ إيش اللي منعني من الجريمة ومنعه من أن أكون إنسان بسيط؟ التفاصيل البسيطة، التفاصيل البسيطة في عين المجتمع، اللي ممكن تكون كلمة وممكن تكون فعل وممكن تكون ردة فعل، عجز المجتمع أن يتعامل معها في وقتها بشكل كافي أو بشكل مناسب، وشاف أنها تفاصيل بسيطة جدا، أو حتى الألفاظ، ما يعيب الولد إلا جيبه، وخذ حقك بيدك. هذه من المحفزات للجريمة. لابد نفكر بشكل ممتاز قديش إحنا ممكن نساهم في ظهور مجرمين. تأكدوا الكلمة اللي راح تقولها والموقف اللي راح تقوله الآن ما راح يكون تأثيره مباشر، ممكن بعد 10 سنوات تكتشف أن الكلمة اللي أنت قلتها أو اللي أنت قلتيها للشخص هذا صنعت فيه بداية تكون مجرم احتاج لمحفز واحد على أساس ينفجر، وتكون أنت كذا خرجت شخص من المجتمع كان ممكن يكون شاعر، كان ممكن يكون طبيب، كان ممكن يكون مهندس، إلى أن أصبح مجرم. قبل ما أنهي، بطل الحديث هذا مش هو اللي قاعد قدامكم، بطل الحديث هذا هي والدتي منيرة خلف الحضرمي. التفاصيل البسيطة اللي منعتني من عين المجتمع كانت تفاصيل بسيطة. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم، السلام عليكم.